استاذ نزار جمعه منورنا في المصري اليوم. الله ينورك، شكرا لك. على عرض فيلم وداعا جوليا في مصر، كلمني بقى عن الخطوه دي، شايفها ازاي؟ لنا الشرف انه نعرض في مصر. طبعا مصر بالنسبه لنا مدرسه، يعني مدرسه لكل العرب في مجال السينما، فنحن سعيدين جدا، نشعر بالفخر. يعني حضرتك كمان تكلمني اكتر عن قصه الفيلم ودور حضرتك تحديدا في الفيلم. الفيلم بيتناول احداث جونجرانج، نحن بنسميها كده في السودان، هي الاحداث اللي عقبت وفاه جونجرانج وقضايا العنصريه عموما، وانا بمثل فيه العنصري طبعا، وبنسميه في السودان في نفس الوقت غير انه عنصري بنسميه وبجيجا، اللي هو زي السيد عندكم في مصر، يعني اللي هي الشخصيه المتسلطه بالذات على المراه وكده، دي الشخصيه اللي انا بلعبها. رايك في توقيت عرض الفيلم بالتزامن مع الاحداث اللي بنشوفها في فلسطين وكده، شايف؟ انا شايف انه اساسا العالم ماشي كل يوم على حروب، يعني الوضع ما حاجه غريبه، يعني بعد ذاك ده صراع ازلي ما بين الظلم والمظلوم وكده، فما فيش مشكله، الوضع يعني اعتدنا على كده للاسف. فيلم وداعا جوليا بالذات من اول ما بدا العرض بتاعه هو ما شاء الله في نجاحات متتاليه، يعني مثلا اول فيلم سوداني يحصل على جائزه في مهرجان كان، وتم ترشيحه لتمثيل السودان في الاوسكار، فكلمني عن ده، عن الاول الجائزه بتاعت مهرجان كان وترشيحه للاوسكار كمان. الحمد لله. وطبعا مساله المشاركه في كان ولا غيره هي احلام بتاعت شباب سودانيين كتار جدا، ولهم سنين طويله بيحلموا بالحاجه دي يعني. بس الحمد لله توفقنا يعني بعد مجهود كبير اكثر من عامين، عامين ده بالنسبه للممثلين وبعض الكرو، ولكن بالنسبه للمؤلف والمخرج وكده مشوار بتاع 5 سنين. الحمد لله اتكلل بالنجاح يعني، ودي حاجه بارغه امل جيده للسينما السودانيه عموما وللشباب السودانيين انه ممكن نصنع حاجه رغم الظروف اللي احنا عايشينها. برضه حلم، يعني اكون صريح معاك، انا طول حياتي بحلم بكده، والحمد لله يعني قربت احقق الحلم ده. من بدايه عملكم على فيلم وداعا جوليا كنت متخيلين ان هو هيحصد كل الكم ده من الجوائز اصلا؟ ابقى كذاب لو قلت لك ما كنت متخيل، يعني لانه فيلم معمول كويس ومبذول عليه ومجهود كويس وكده. حاجه كانت في فيلم وداعا جوليا بالنسبه لك كانت ايه؟ طبعا موضوع الزمن مع الاسره، يعني اديته زمن كثير جدا، يعني ضحيت بوقت مع اسرتي كثير. يعني التصوير في حاله شهر كامل انا كنت في موقع التصوير، يعني او كنت في تبع اللوكيشن، وقبله طبعا اوقات كثيره بروفات وتجهيز وكده، اوقات متقطعه يعني. وغير كده انا كنت في مواقع بتاعت تعدين الذهب، كنت بشتغل في مجال زي كده، وقطعت الحاجه دي قبل ما نصل بعد ما قربنا نصل يعني للنتيجه اللي طالبينها، اتجهت للفيلم. الفيلم كان كمان المفروض يتعرض في الجونه وفي القاهره السينمائي وكده، فانتوا ما اتضايقتوش لما المهرجانات دي اتاجلت؟ والله يعني ضيقنا ما بساوي حاجه قدام اللي بيعانوه الناس يعني، فما مشكله يعني مهرجان يتاجل ولا غيره، القضيه اهم طبعا. في شغل جديد حضرتك بتحضره الفتره الجايه؟ اسرار ما اقدرش والله، هي مشاركه مع نجم مصري كبير يعني الحمد لله. هتتصور في افريقيا لكن هو نجم مصري. طب فيلم ولا مسلسل؟ فيلم، كفايه لحد كده. نورتنا. تسلمي.